ذكرياتي في رمضان. النهاردة هكلمكم على موقف طريف في اعتزال كابتن محمد رياض لاعب المنصورة، ومن اللعيبة اللي لها باع وتاريخ مع نادي المنصورة، من الشخصيات الطيبة اللي فكرني بيه في ماتش اعتزاله. انا كنت لسه ما اتنقلتش من المنصوره للاهلي، بس كان في وقت من الاوقات كده، كان في اللعيبه لما يوصل لسن 29 30 سنه تبدا الايه، الناس بتبدا الاداره وتبدا المدير الفني اللي جاي يبدا يغير وجهه نظره في السن الكبير، وعايز كل الاعمار سن الصغير، يعني اكبر لعيب عنده يبقى عنده 25 سنه. فجي كان في الوقت ده كابتن عصام بهيجي رحمه الله عليه، هو كان المدير الفني، فاتفق مع الإدارة. هو عنده عقدة اللعيبة الكبيرة عموما، حتى كان ماسك نادي الزمالك بطل جيل كتير قوي. فما جه نادي المنصورة برضه حب يبطل بعض اللعيبة، بطل رحمة الله عليه سيد أبو المعاطي، مش بطل، خلاه يعتزل بمعنى صح، يعني محمد رياض خلاه يعتزل، خالد الأمشاطي خلاه يعتزل، مدحت كامل حارس مرمى، كام لعيب كده في نادي المنصورة اعتزل. محمد رياض لما جه في ماتش اعتزاله هو قادر، احنا شايفين لعيب ديفندر، ايه ديفندر واقف على رجله كويس قوي، واقف على رجله كويس قوي. فجه في ماتش اعتزاله ابتدى المباراه من لاعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده ماتش تقريبا كان في الدوري او في افريقيا، ماتش مهم واللعيبه خايفه على رجلها. تخيلوا الماتش ده خلص 1-1 على فكره. محمد رياض هو اللي احرز الهدف في ماتش اعتزاله. اما احرز الهدف في ماتش اعتزاله راح جري الكابتن عصام بهيج ومسك الكابتن عصام، حرام عليكم يا ظلمه بطلتوني انا. لا هو طريقته ايه؟ هو من جوه طيب، بس طريقته صعبان عليه اللي هو اعتزل. حتى واخده خدوا الموقف يومها بموقف كوميدي، ضحكوا ماتش اعتزاله وراح يتخانق مع الجهاز الفني، ما هو فعلا قادر. وكان شايف في خط الوسط يعني من اللعيبه اللي كانت الاعمده الاساسيه هو هشام شوقي وحامد فهيم رحمه الله عليه. الثلاثه دولت كانوا هما نادي المنصوره في وقت من الاوقات في الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه. فاعتزل ولقيت لك واحد داخل على تيكت الاحتياطي بيزعق للجهاز الفني كله، ومن ضمن اللقطات اللطيفه اللي دمها خف في المباراه وهو بيلعب، دخل على لعيبه النادي الاهلي كان بيكسر فيهم، هو ديفندر، فطريقه لعبه واسلوبه كلها يعني اسلوب طارق زي الوقت حاليا زي طارق حامد، بخش جامد كده، في لعيبه بتبقى من النوعيه دي. ف صاب خلاص على اللعيب في الوقت ده لعيب او اتنين اتصابوا من النادي الاهلي، فكان موجود تقريبا كابتن انور السلامه هو المدير الفني او كابتن مش فاكر مين بالظبط، قال له ابدا حرام عليك، احنا جايين في ماتش اعتزالك بنكرمك، خلصت على لعيب واثنين ولا ثلاث لعيبه من عندنا ليه؟ احنا جايين نكرم. فدي من المواقف اللي قابلتنا واللي خلتني يعني حابب اللي انا كنت اتكلم معاكم فيها يعني. ف كابتن محمد رياض نموذج محترم، نموذج مشرف، خدم الكره في المنصوره كويس قوي وما زال بيخدم في مجاله، من الشخصيات الطيبة. ليه أخ شريف رياض لعب معانا فترة برضه في فترة نادي المنصورة، من السرد باكات اللي لعب ولعب باك ليفت شريف رياض. ف دي العيلة الرياضية قالت محمد رياض، كل التوفيق ليه وإن شاء الله بإذن الله في مسيرته في التدريب، وإن شاء الله يعني ده من المواقف اللي جت في حياتي. أنا بحكي حاجات كتير قوي على الأهلي والمنتخب، بس لازم موقفكم كنت أحكيه. كل سنة طيبين ورمضان كريم.